رح ناخذ اليوم ان شاء الله تمرين إنارة مصباح كهربائي من خلال أربعة أماكن بواسطة مفتاحي طرف سلم ومفتاحي وسط سلم. إذا أربع مفاتيح يتحكموا في إضاءة مصباح كهربائي. نبدأ الآن بالتوصيل. راح نوصل الخط الحار أو الحامي من المصدر الكهربائي، هاي موجود مباشرة داخل العلبة هاي، إلى النقطة المشتركة في مفتاح طرف سلم الموجود على الجهة الأيمن، هاي المميز باللون الأسود. هاي أول توصيلة. التوصيلة الثانية، راح نوصل النقطة المشتركة في المفتاح طرف سلم اللي على اليسار، هاي المميزة باللون الأسود وإحنا حاطين عليها خط أحمر، راح نوصلها باللمبة مباشرة. إذا راح نوصل خط الأحمر هذا باللمبة مباشرة. بظل في عندنا كل مفتاح من هاي المفاتيح الأربعة في نقطتين حرات، راح نوصل النقطتين الحرات الموجودات بالأول على الشمال مع نقطتين حرات الثاني، وراح ننقل النقطتين الحرات من هون على الثالث، وراح ننقل كمان النقطة الحرات على الرابع. خلينا نتابع. أول شيء ميزنا النقطتين الحرات هون باللون الأصفر، هاي النقطتين لونهم أصفر، أخذنا خطين لون أصفر ووصلناهم مباشرة إلى النقاط الحرة في مفتاح وسط سلم الموجود هون، هاي النقطتين ميزان بالأصفر. أخذنا النقطتين الثانيات باللون أسود، خطين ثانيات باللون أسود من النقاط الثانية، أخذناهم عشان نوصلهم للمفتاح اللي بعده. هاي هم وصلوا نقاط السود الأسود، نقطتين أسود لهم وصلوا للمفتاح الوسط سلم الثاني. الآن من مفتاح الوسط سلم نأخذ خطين أصفر مشان نأخذهم على المفتاح آخر شيء اللي هو مفتاح طرف سلم الموجود في الأيمن. هاي هم وصلوا لمفتاح طرف السلم الأيمن نقطتين. بظل عندنا آخر توصيل، آخر نقطة توصيل نوصل الخط البارد للمصباح الكهربائي. هاي الخط البارد ميزنا باللون الأزرق، راح نوصله الآن هذا الخط راح نوصله للمصباح الكهربائي. بيكون هيك الدائرة اكتملت. يلا هاي الأول.